أهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة. هلأ رح نعمل مع بعض فطيرة البندورة والبصل، نوع من المعجنات محشية بحشوة لطيفة، مش بيتزا، قريبة لإلها بس بتختلف عنها. رح نحتاج للعجين 2.5 كوب من الطحين. الكوب اللي بستخدمه هو الكوب المعياري اللي سعته 250 ملي، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة من الخميرة، ومعلقة صغيرة سكر. رح أضيف معلقتين كبار من زيت الزيتون وببدأ أخلط المكونات بإيدي، ورح أعجن باستخدام المي الدافية. ما في داعي لإضافة الحليب للوصفة، ممكن تعجنوا بالحليب بس هي عبارة عن خبز يعني ما بحاجة لحليب. المي رح تعطيني النتيجة اللي بدي إياها. ببدأ أضيف المي بالتدريج مع العجن، ممكن أحتاج كوب واحد من المي، ممكن أكثر أو أقل حسب نوع الطحين اللي عم نستخدمه. بستمر بإضافة المي الدافية بالتدريج وبعجن لحد ما أحصل على العجينة الطرية اللي بدي إياها. احتاجت معي عجينتي كوب واحد من المي، وهلأ هون رح أستمر بدلكها وعجنها لمدة 5 دقائق وأفرجيكم كيف رح يصير شكل العجين مختلف. بعد الدلك المتواصل والعجن صارت هيك عجينتي كتير ناعمة. هلأ رح أكورها، وهون رح أحط كمية من زيت الزيتون بالوعاء نفسه اللي عجنت فيه. بدهن الوعاء من القاعدة والجوانب ورح أحط عجينتي وأرجع أدهن وجهها كمان شوي زيت. هلأ رح أغطي عجينتي بنايلون راب وأتركها تخمر لمدة ساعة. رح أخذها على مكان دافي وألفها ببطانية لمدة ساعة حتى تخمر تماما. هلأ أنا حطيت عجينتي تخمر ورح أبدأ بتحضير الحشوة. عندي وعاء كبير، رح أستخدم حبة بصل واحدة قطعتها لمكعبات متوسطة الحجم بهالشكل، حبتين بندورة قطعتها كمان بنفس الحجم، حبة واحدة من الفليفلة أو الفلفل الحلو الأخضر قطعته كمان بنفس الحجم. ممكن هون نضيف الفليفلة الملونة. رح أضيف معلقتين كبار من زيت الزيتون، ربع معلقة صغيرة ملح بس، معلقة صغيرة من صلصة البندورة، معلقة صغيرة من دبس الفليفلة. استخدمت الحلو، في حلو في حار، ممكن نستخدم الحار. معلقة صغيرة من دبس الرمان ونص معلقة صغيرة من النعناع الناشف. ممكن نضيف أي أعشاب منحبها مثل الريحان، الأوريغانو، أي إشي منحبه. رح أبدأ أخلط هاي المكونات مع بعض، وهي رح تكون حشوة فطيرة البندورة والبصل. بخلط كتير منيح لحد ما أتأكد إنه دبس الفليفلة، دبس البندورة، كل إشي انخلط تماماً مع الخضار وتجانسوا، صاروا بهذا الشكل اللطيف. وهيك حشوتي صارت جاهزة، بتركها على جنب لحد ما ننتهي من التحضير. هلأ بعد مرور ساعة من الوقت على عجينتي، ما شاء الله حجمها تضاعف وصارت جاهزة إنه نشتغل فيها. نرفع عنها النايلون وبنبدأ مباشرة. رح أرش طاولة المطبخ برشة من الطحين، وباخد عجينتي بقلبها مباشرة. رح أقطع عجينتي لجزئين متساويين، رح أرفع جزء على جنب، أما الجزء الثاني فرح أبدأ أفرده مباشرة. برجع برش طحين، برش كمان على وجه العجين شوية طحين عشان ما تلزق معي بالشوبك وتفرد بسهولة. افردوها بالسمك اللي بدكم إياه، أنا بدي أفردها بشكل طولي بهالطريقة. ممكن نعملها مدورة مثل البيتزا، وممكن كمان نشكلها بشكل فطاير صغيرة زي ما منحب. هلأ هذا الحجم صار عندي مناسب، والسمك تقريبا 0.5 سنتيمتر. رح أخذها مباشرة على صينية الفرن. أنا جهزت الصينية، يا أما مندهنها بالزيت يا أما منبطنها بورقة زبدة. هلأ عندي العجين هون جاهزة، حطيتها بصينية الفرن زي ما شايفين. رح أدهن العجين عندي بدهنة خفيفة من زيت الزيتون. بإيدي رح أوزع الزيت وأسكر أطراف العجين بهالطريقة. المهم تصير عندي بشكل قارب أو عجينة طولية بهالشكل اللي شايفينه. طبعاً زي ما حكينا هذا التشكيل اختياري. بضغط الأطراف اللي لفيتها كتير منيح. الحشوة اللي جهزناها من قبل واللي هي عبارة عن الخضار مع دبس البندورة، دبس الفليفلة، ودبس الرمان، رح نبدأ نوزعها على العجين بهالشكل. رح نوزع الخضار، طبعا بالإمكان تصغروا الفرمة لو حابين، بس أنا حبيت إنها تكون مميزة ما بتشبه أي معجنات تانية حضرناها من قبل. هلأ عندي هون كوب واحد من جبنة الحلوم، طبعا الحلوم معروف إنها بتكون فيها نسبة ملح، لهيك لازم نتخلص من الملح وننقعها شوي. في حال كانت محلية أو ما فيها نسبة ملح مباشرة رح نضيفها فوق الحشوة بهذا الشكل. طبعا جبنة الحلوم من الأجبان اللي بتدوب شوي مع الحرارة،
فكتير طيب إضافتها لهالوصفة. ممكن نضيف الفيتا تشيز أو حتى الموتزاريلا، بس رح تصير شبيهة بالبيتزا، وإحنا زي ما حكينا بدنا نعملها مميزة شوي، فغيرناها عن البيتزا واستخدمنا نوع جبنة كمان مختلف. ممكن نبرش الجبنة لو حابين إنها تكون أنعم. عندي هون معلقة كبيرة من زيت الزيتون، رح أدهن أطراف العجين بس حتى تاخد لون لطيف من التحمير بالفرن. رح أخبز العجين بفرن محمى مسبقا على الرف الأوسط درجة الحرارة 200، وبتحتاج مدة ربع ساعة لتكون معي جاهزة. بعد هيك منحمر الوجه ومنقدمها. هيك بعد ما انتهينا من خبزها وتحميرها، شوفوا ما شاء الله هاللون الحلو والريحة الطيبة والشكل اللي حصلنا عليه. هلأ رح أقطعها معاكم، بدي تشوفوا قوام العجين ما شاء الله، وتعالوا نشوف مع بعض هالفطيرة الطيبة. شوفوا ما شاء الله لون العجين كتير حلو من فوق ومن تحت، قوامها كمان ريحتها كتير طيبة. جبنة الحلوم تعطي تحمير خفيف وبتكون طرية من جوا، ما بتدوب بشكل كامل مثل الموتزاريلا، وهذا اللي بيميزها. نكهتها رح تكون كتير طيبة وإن شاء الله تعجبكم.